صراحة بالمطار كان التعامل كتير كتير لطيف، الناس كتير يعني جدا طيبة ويحبوا الغريب. أنا جاي من ألمانيا، هنيك برد وتلج وهون جو حلو والشمس. بيجي على تونس كعطلة يعني كهيك انبسط بالجو. مرحبا، أهلا وسهلا. أنت شاب بتعيش في تونس، جاي تشتغل، جاي تدرس، جاي سياحة، احكي لي، قدم لي روحك واحكي لي شنو بالضبط. أنا بصراحة سوري الأصل بس مقيم بألمانيا، ومبارح وأنا أول مرة لي بتونس، مبارح وصلت واليوم بما أنه الجو حلو فحابب نشوف تونس العاصمة، نشوف شارع الحبيب بورقيبة، ناكل أكل شعبي تونسي. مزت كي جيت، ما عندكش مزتش جيت، تو جيت امبارح المساء وصلت، لسه هي اول كام ساعه لي بتونس. وشني الظروف في المطار، شني الظروف هنا؟ بصراحه بالمطار كان التعامل كتير كتير لطيف. انا جاي بجواز يعني الماني الاصل سوري، فكان التعامل كتير لطيف واهلا وسهلا فيك بتونس، والناس كتير يعني جدا طيبه ويحبوا الغريب يعني يحبوا. هذا اللي لاحظته من خلال اول كم ساعه لي بتونس، يعني يحبوا الاجنبي، يحبوا اللي جاي، دائما في كلمه اهلا وسهلا فيك بتونس. شنو البلايص اللي تحب تمشي لهم؟ شنو الاكلات اللي تحب تاكلهم؟ شنو الحاجات اللي احكوا لك عليهم من برا في المانيا ولا في سوريا وتحب تجي تلقاهم في تونس؟ هلا بصراحه بالمانيا عندي اصدقاء كتير تونسيين ويقولوا لي انه لازم جرب الاكل الشعبي التونسي. فلسه ما بعرف لسه وين بدي اكل، بس غالبا يكون اكل شعبي، يعني اكل شعبي تونسي. شنو الاكلات اللي سمعتهم التونسيه في المانيا ولا في سوريا وتحب تجي تاكلهم لهنا؟ فريكاسي، ما بعرف اذا الاسم عم بلفظه صح، فريكاسي قالوا لي اكله طيبه، هي تونه وبخبزه هيك حلوه، هيك شرحوا لي عنها. وفي كفتاجي، بعتقد في كفتاجي كمان أكلة قالوا لي إنه طيبة بتونس، إن شاء الله اليوم ناكلها. اليوم بشكل كفتاجي ما نبي دون. إن شاء الله اليوم ناكل كفتاجي. شنو البلايس اللي حبيت تمشي لهم؟ شنو البلايس اللي حبيت تزورهم في تونس؟ أحكي لي. هلا في سيدي بوزيد. سيدي بوسعيد. وفي هون شارع الحبيب بورقيبة، المدينة العتيقة، جامع الزيتونة كمان. عنا رئيس سيدي بوزيد زاد. في سيدي بوزيد كمان. صح. سيدي بوسعيد وفما سيدي بوزيد. صح صح صح، أنا غربت بيناتهم. صح. إن شاء الله نشوف الأماكن، وهلأ الجو كمان لطيف بيساعد كمان، لأنه أنا جاي من ألمانيا، هنيك برد وتلج وهون جو حلو والشمس. بتصب التلج في ألمانيا؟ يا بلش التلج يصب بألمانيا. ايه انا اجيت ودرجة الحرارة ناقص واحد، يعني تحت الصفر، يعني ناقص واحد برد وتلج. هون فجأة درجة الحرارة 23-25، جو بجنن. وقت شن مرة جاي باش تعاود ترجع لتونس؟ شنين الحاجة اللي تحب تعملها في تونس؟ شنين مشروع ولا حاجة تحب تخمم تعملها في تونس؟ هلا بحسب اللي شفته بأول كام ساعة لي بتونس، لازم يكون في جاية، لازم اجي مرة تانية، وحابب روح على مدن تانية. يعني كمان في جزيرة بأقصى الجنوب، جزيرة قديمة جربة، لازم شوفها. قريت عنها على النت كتير كتير، في مناطق حلوة وقديمة. يعني سمحني، وش بيك خيرت انك باش تجي في الشتاء ما جيش في الصيف؟ دخول الشتاء، فصل الشتاء، ما جيتش في الصيف وقت السياح؟ سؤال حلو، بس بصراحة هاد بالنسبة لنا، يعني لأي حدا جاي من ألمانيا، هذا بالنسبة له هو صيف. يعني هلأ درجة الحرارة 23، هذا يعد صيف بالنسبة لنا، يعني هذا ما له شتاء. هاي واحد. اثنين، أنا شغال بمشفى اكس راي، فما فيني ايمت ما حبيت أخذ عطلة. فهلأ العطلة تبعيتي، وهذا بالنسبة لي ما له شتاء، يعني الجو بجنن. قلت لي طبيب في مستشفى، شنو هي رايك في الطب؟ شنو هي رايك في الاسكو قاعدي يتداول، قاعدي يطلع في المستوى، قاعدي يزيد يعلى اعلى واعلى؟ هلا انا بصراحه درست بسوريا وطلعت على المانيا عم بشتغل بالمانيا. هلا في اختلاف كبير بالسيستم،
بالسيستم وبالأجهزة، بس أكيد الطب بألمانيا يعني متقدم جدا جدا جدا، وفي طبعا ستريس بالشغل لأنه معروف عالميا بألمانيا ما في عدد اللي بيشتغلوا بالمجال الطبي عدد قليل. إيه، ولهيك هلأ بآخر كام سنة صار في أكثر من قانون لاستخدام الكفاءات من غير دول. إيه، وهلأ عم يصير في أطباء من تونس، أطباء من مصر كتير، كمان طبعا من سوريا عم يجي كتير بالمجال الطبي ليشتغلوا بألمانيا لأنه في نقص اليد العاملة. بيجي على تونس كعطلة يعني، كهيك انبسط بالجو، أكل أكل طيب، أشوف الناس الطيبة، بس اما بعتقد للاستقرار لا، المانيا افضل. سامحني، ليش ما يجي انت مشيت من سوريا لالمانيا باش تشتغل معنا باش تخدم، ليش تجيش العكس؟ هما يجيوا لتونس من جيو من مش مشكله، يجيوا من المانيا لتونس باش يخدموا، ليش ليه يجوا من المانيا لتونس ليخدموا؟ بعتقد يشتغلوا، بعتقد الرواتب هو اهم شيء بيخلي الناس ما تجي على تونس لتشتغل، تترك المانيا وتجي على تونس. لا، العكس اللي عم يصير، عم تترك تونس وتشتغل بالمانيا لحتى تامن لقمه العيش تبعيتها، لحتى راتب بيكون اعلى ودخل الفرد بيكون افضل بكتير. يعني هون اللي عم شوفه من حيث الاسعار، هون يعني الاسعار غاليه، وعم بسال الناس انا يعني خلال اللي شفتهم، الناس اللي شفتهم انه رواتب جدا قليلة هون والعيشة غالية، فما بعتقد يجوا الناس من ألمانيا ليشتغلوا بتونس، العكس اللي عم يصير. سمحني. شرف لانه اول مرة لقلي بتونس، وان شاء الله رح اجي مرة تانية وثالثة ورابعة.